السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. امور لكم هي هذيك اليوم ان شاء الله زورنا لكم واحد الفيديو ديال الغطس في شاطئ لاميروج النواحي ديال السعوديه كاب دولو. ان شاء الله خليكم وفرجه ممتعه. واول حوت تصادفنا معها هي هاد السمكه هذه اللي باقي ما عارف الاسم ديالها. هي عندها واحد الاجنحه كما كتشوفوا، وفاش كتضرب كالغطا راه كتقاسم من واحد الصوت اللي صورته وفي واحد اللقطه اللي تشوفوها من بعد. ولا عرف الاسم ديالي خلي لنا في التعليق. وفي هذه اللقطه هذه ولد خالتي صيد اخطبوط من الحجم الكبير، هانتوما كما كتشوفوا. في هذه الاثناء هذه غطس المره واحد الهامور اللي بان لي دخل لهاد النغور هذا وضربته، وحق الضربه جاتو مع البطن ديالو وهرب. سمعنا هاد الهامور كان كبير شويه، فيه تقريبا ديك 700 غرام ومكتبش. الصراحه بغيت نتبعها، بالحق مشات دغيا هربت وتخشيت تحت واحد الحجره اللي كبيره، وانا ما عنديش بيل عليها ما قدرتش نشوف تحت من ديك الحجره. المهم الاخوان بقيت كنصور بقيت كنهضر، بحق يعني فاش كما شفتوا في المقطع الاولاني كانوا مش كيضربوا في كاميرا وكانوا كيضربوا في ديك الجره هذاك وكان كيتدار الصداع. قلت لكم بلي راه كانت ماريه قويه، وصراحه هاد الهوايه ديال الغوص هادي صعيبه شويه، حيت كخص يكون عندك تقريبا الماتيريال كامل، وتما كما كتشوفوا انا ما كان باقي ما كملش الماتيريال. وعقلت لكم كانت ماريه صعيبه، وكنت في حاله بغيت كترخي كتزلق الحوته صافي ماريه كتقز ديك الجبره مشات. دابا تما كما كتشوفوا ديك الحجر اللي مورايا نيشان ديك البديه ديالو بقى بحال ماشي بينا. وفي هاد اللقطه هادي عاوتاني ولد خالتي صيد واحد اخطبوط اخر اللهم بارك. الاخطبوط الحجني حتى هو كبير تما كما كتشوفوا. جبرت واحد النوم اكوا فيفا اللي صغير وما كيبانش بزاف، ها هو اللي عرفت النوم ديالو ولا الاسم ديالو قريب. سبحان الله الاخوان في هاد الاثناء هادي هبطت مور واحد الشرغو اللي بان لي من فوق ساعة هرب صافي. شويه كيبان لي الراس الاخطبوط طالع صافي، طلعت جمعت النفس ديالي وتعوض باش نهود نيشان ونهود مجنب باش ما يشوفني شي باش ما يهربش ويدخل النغور ديالو. هانتوما دابا ان شاء الله غادي نهودو، وكانت ضربه موفقه. هاو صافي جبتو نيشان باش ما يبقاش يتلصق بالحجر. هاو الاخطبوط ديالنا طالع، وهاد الاخطبوط من حجم متوسط ماشي الحجم كبير. Thank you.
بالنسبه لديك السمكه اللي صيدتها في الاول فيديو ها هي حتى هذه من الحجم الكبير. وهاد السمكه هادي طار ديالها قاصح لدرجه واحد اللقطات ما عرفتش فوقاش يبان لكم هاك ها هما اللقطات اللي هضرت لكم عليهم. هاي السمكه كنضرب الراسه والسمك كيبغيش يدخل ما عرفتش علاش ضربتها مره الاولى مره الثانيه مره الثالثه عاد هاود ولد خالتي وشبر السام بلا ما يضرب وخشى فيها. هذه المره الثانيه اللي عاودت فيها ها نتوما السمكه ها هي هاي ما هاي شفت شو حسن السمكه ما كتهربش يعني فحال اللي كنقول لك كتعكس لك السام اتجاه السام كيتعكس لك واخا كتوصل حداه وكتضرب هو ما كيبغيش يدخل فيه كما كتشوفوا ها هو دابا صيده والسام ما دخلش فيها بزاف ثم كتشوف يعني السام ما دخلش كامل ثم كتشوف واحد الضربه في راسه هذيك الضربه اللي ضربتها انا وهذا من الاجنحه ديالها وما دابا تشوفوا الصوت ديالها فهاد الاثناء هادي غنصيد وحده اخرى ها هي اتما تشوفوا الشكل اللي في الرمل ها هي. وصراحه هاد الحوته هادي كل ما تزاد الحجم ديالها كل ما كتزيد تغوت كما شفتوا حوته هاد الحوته فين في هاد الحوته هادي اللي صيد ولد خالتي قبل كتقطع لك طق 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 اما الحجم الكبير فحال كتبقى تغوت فحال كتبكي يعني واحد صوت في الشكل. دابا الاخوان سيرين الغطسه ديالنا وغنخرجوا بحالنا ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. عندي واحد فيديو صيد فلي روجي بالصناره ديك الساعات تشوفوه مورا هذا.